الانسجام بين الكلام اللي قلناه انه شو معنى الموت اصلا في الانسان، اما موت الجسد الحي او انفصال الروح عن الجسد الحي. وشو معنى الحياة؟ جسد حي تدخل فيه الروح فتكتسب الحياة لانها دخلت في جسد حي. فاذا خرجت الروح من جسد حي بنقول انها ميتة، معناته الشهيد شهيد ايش؟ حي. ولذلك الحديث كان واضح لما قال لاحظوا لما اصيب اخوانكم بأحد جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر. لاحظوا وقلنا هنا ايش قال برضو؟ تسرح في الجنة حيث شاءت في اجواف طير خضر. طبعا اذا بدي اكمل الحديث بالضبط زي ما هو، لما اصيب اخوانكم بأحد جعل الله ارواحهم في اجواف. وخلينا اوقف هون شوية لانه اكثر الحديث المشهور بين الناس حواصل، لكن هو الاصح مش حواصل طير خضر، الاصح الحقيقة الاحاديث الاصح في اجواف طير خضر. لحظة، طير خضر ترد انهار الجنة، ترد انهار الجنة. وفي حديث لحظة تسرح في الجنة حيث شاءت. هذا ما قالها في نسبة المؤمن، نسبة المؤمن طائر، وفي حديث على شكل طائر، يعني شكل طائر تعلق بشجر او تعلق في شجر الجنة، وما ذكرش انها بتسرح وانما ذكر بتسيح. ونحاول نشوف بتسيح في الجنة وهناك تسرح، وما قالش في موضوع الروح المؤمنة حيث شاءت تسيح حيث شاءت، قال تسيح. وهنا في الشهداء شو قال؟ حيث شاءت تسرح حيث شاءت وترد انهار الجنة، وما قالش هناك في المؤمن ترد روح المؤمن، لانه لابد من فرق بين المؤمن المتقبل اللي مات وبين الشهيد المتقبل برضه. لانه ديروا بالكم برضه المؤمن قد يحبس والشهيد قد يحبس عن انه يكون في هالمقام. ومن الامور اللي بتحبسه ايش؟ الدين مثلا، الدين بتحبسه انه الدين ماهوش ذنب، الدين ماهوش ذنب لكن بيحبس انه يوصل المرحلة اللي فيها السعادة، يعلق بشجر الجنة او يرد انهار الجنة، يسرح يسيح او يسرح، حكيت من نوضح شوية يسيح او يسرح. اذا معناته الشهيد، على فكرة الايات بتقول لنا انتم بتشعروش صحيح، ولكن افهموا انه حي، معناته دخل في جسم حي. جاء الحديث الشريف شو قال؟ انه الجسم الحي هذا في اجواف طير خضر، ترد انهار الجنة، تسرح في الجنة حيث شاءت. هذه مين؟ الشهداء، لانه لا يزال ايش؟ حي، ما ماتش. اذا لا يجوز ان نقول مات، وكثير بيستخدموها حتى العلماء، كان قالوا ما هو ميت الشهيد، ميت الشهيد يعني روحه ما دخلتش في جسد حي. طب القرآن بيقول لك دخلت في جسد حي، واجل الحديث بين هالكلام، دخلت في جسد حي. اذا هي تتنعم بالانهار والاشجار لانها في جسد حي. طب وهذيك القوة المدركة اللي انفصلت عن الجسد الحي، مدركة تعلق بشجر او في شجر الجنة، ما فيش اي كلام انها تسرح في تسيح. تسرح واضح انه كيف لما نقول فلان سرح مثلا زوجته، بمعنى خلاص روحي ما عادش في رابط بربطنا، ما عادش في رابط بربط. وكيف لما بيسرحوا الجنود بيقولوا لهم انتوا خلاص مقالين
وانتهى الموضوع، ما عادش فيك لكم ارتباط فينا في وزارة الدفاع، ما عادش فيه ارتباط. بتسرحوا، اذا تسرح معناته هي مش عالقة، مش مربوطة، مش هيك. اما تسيح اذا بتلاحظوا اكثر شوية بتعبر عن قضية كيف لما يكون الواحد يتأمل هيك ويذهب في نظره الى اماكن كثيرة، وان كان السياحة هي فيها حركة، لكن اهم من الحركة في السياحة ايش؟ التأمل. التأمل صحيح. الكتاب شو سمينا احنا؟ سياحة الفكر. هذه هلقيت اجل الكتاب اللي طبع اسمه سياحة الفكر، واللي بيحب ياخذ نسخة اذا بكمارك في مركز نون بنعطي ببلاش ان شاء الله، بدون سعر يعني، ما لهاش ثمن. بده للطباعة الجديدة يعني، قلنا هذاك اللي بده يشارك في الطبعة الثانية. ماشي، هي توزع بدون مقابل. هو اختصار قلنا ايش لكل الكتب السابقة اللي فيها مقالات في التفسير مع اضافات في التفسير. الان في مجلد يقرب من 468 صفحة. جميل المجلد، لطيف. سياحة الفكر اسمه. ماشي، قلنا احنا بنوزعه ببلاش، فاذا بذل جهد يوصل للمركز معناته بيستحق ياخذ الكتاب. بشيك ما بذلش معناته مش يعني، لو اخذه وراح يحطه في الدار مش راح يستفيد. طيب عشان هيك ما جبتش اوزع هون، بدي يبدي اهتمام. سياحة الفكر. الفكر بسيح هون. اذن لاحظ، تعلق مش تعلقها، لانه هم لما قالوا تعلق بقصدوا انها بتتناول. لا، ما فيش، ما لاحظتش انه في حديث بدل على انه الروح الميتة روح انها تأكل او تتناول. لا، هي تعلق مش تعلق. لا هو من ناحية انه في اللغة تعلق بمعنى تتناول، نعم، بس مش مستخدم عندنا كثير. وانا ما هو ليش بسموها؟ لا، لانها بتعلق بشيك علق برضو بكون ايش احنا الان بدنا، احنا باختصار بنعطيه الان. بس لاحظوا، اذا انت فيش حيث شاءت بالنسبة لنسمة المؤمن، في بالنسبة لروح الشهيد، فيش ترد انهار الجنة، ترد معناته بدها تشرب. هناك في اجواف، بس هون المؤمن شكل طائر، شكل تعلق بشجر، شكل، هي شكل طائر. هناك في اجواف. شو يعني في اجواف؟ تماما زي ما ايش تنفخ فينا الروح، مش احنا تنفخ فينا الروح في جسد. فالحقيقة لاني لاحظت انهم مش مميزين كثير بين الحديثين، كل حديث له عدة طرقه، مش عم بيميزوا بين التفريق اللي فرقوا الحديث. انت تشعر انه الشهيد فعلا بروح وبيجي في الجنة، بس في شهداء ايش محبوسين على باب الجنة مش داخل. انا كلامي الان الكلام عن المؤمنين اللي يعني ناجين على طول، والشهداء اللي يعني راح يدخلوا على طول، هذول ممكن في منهم محبوسين. بس ديروا بالكم مش كل مؤمن بنطبق عليه الحديث اللي احنا بنقوله الان، لانه لما ناخذ مجموع الاحاديث نجد انه يبدو الارواح مستقرها مش واحد، مستقرها مش واحد، لانه في مؤمنين استحقوا النار ليكون هذول بيعلقوا في، ما هو اصلا انما نسمة المؤمن مش هيك طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله، يعني بظل فيه حتى يرجعه الله الى جسده يوم القيامة. هذا معناته الناجي اللي حتما بده يدخل الجنة بدون شيء. وطيب، ويبدو انه يدرك كل ما يحيط فيه، يدرك، لكن بتنعمش خارج ما هو ادراك. مش في تنعم، هو ادراك. في انت لما تدرك، تصور لما يقال هذا، تقريبا الاحاديث بمجملها ممكن تصير حتى متواترة،
لما يقال للإنسان اللي من أهل النار إنه هذا إيش مقعدك من النار. تصوروا عادي هذا عذاب، قوة مدركة الآن إنه هذا المقعد. طب هو المنظر في حد ذاته بده يكون إيش مرعب. ويقال للمؤمن هذا مقعدك إيش في الجنة. شوف السعادة. لذلك المؤمن وارد في الأحاديث إنه بصير يستعجل البعث. والكافر شو بصير؟ بده تتأجل للمسألة كل ما طالت، لأنه شاف. وشو اللي شافه عادي؟ شو اللي هذا يرى الجنة وهذا يرى؟ هذا وارد أحاديث كثيرة فيها موضوع إنه صحيحة، إنه يرى مقعده من الجنة أو يرى مقعده من النار.